أخبار اليوم. أنا مش هدافع عن القانون، أنا هدافع عن الحالة. وعايز أقول لك إن إحنا اتكلمنا كتير في يا ترى التجربة بتاعتنا والممارسات في الديمقراطية اللي إحنا بنتحركين بيها. وأنا رضيت وقلت لك إنها تجربة إحنا بنشيل فيها بنحقق فيها نجاحات، لكن النجاحات اللي بنتمناها يمكن يكون لسه ما حققناهاش. لكن القانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عهدكم هو واحد من العديد من المراسم التي أصدرتموها بمقدورك تغييره، فأنت الرئيس. مرة ثانية يعني احنا نخلي بالنا، هاتيلي المناخ اللي موجود في أوروبا يبقى موجود في مصر، وانت هتبقى مش محتاجة أي حاجة من الحاجات ديت. شوف الحالة اللي احنا بنعاني منها، شوف الإرهاب. مرت نحو 5 سنوات تقريبا على انطلاقة الأحداث التي عرفت بالربيع العربي، والكثير قد تغير في مصر منذ ذلك الحين. ماذا تقولون لمئات الآلاف وخاصة الشباب الذين خرجوا إلى ميدان التحرير؟ ما هي رسالتكم لهم الآن؟ لأن بعضهم يشعر بالإحباط مما حدث في السنوات الخمس الماضية. أنا عايز أقول لهم اللي أنا هتكلم على مصر وأنا أتحقق في مصر. أنا بقول لهم إن اللي تحقق في مصر في حتى في مجال إن حد يرث هذا الحكم، بس ده تحقق طبعا. النهاردة في انتخابات بتجرى بشكل شفاف ونزيه طبعا، دي تجربتنا. هي الفكرة كلها إن هم متصورين أو كلنا متصورين إن إحنا ممكن نحصل على كل حاجة بشكل كامل في مرحلة زمنية قليلة. ده مش حقيقي. الأمم ما بتتطورش بكده، ما بتحققش أهدافها في سنوات قليلة، بتاخد وقت. هذا وقد دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة فكر الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن التحالف الدولي لمحاربة داعش لم ينجح حتى الآن في تحقيق أهدافه. وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعرب السيسي عن ارتياحه لبدء الحوار بين الأطراف السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار. كنتم محتاجين تتوقفوا قدام الكلام ده. أنا حذرت من سنتين عن المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا. النهارده بعد سنة من التحذير ده لقينا داعش موجودة في العراق وسوريا، وفي مدى من التحالف الدولي بقالها سنة. لكن الخطر كبير قوي في التطرف والارهاب والقتل في منطقتنا وفي العالم. يا ترى بتنحصر ولا بتزيد؟ اهو يزداد توسعا. مش بتكلم على مصر، انا بتكلم على كل يعني بوكو حرام. هل توسع في مصر كلها كما في سيناء؟ هذا الصيف كان مرعبا، الهجوم على قواتك خلف 21 قتيلا. أنا راضي بأنك أنت تقول لهم قتلوا جنود مصريين، لأن دي تمر المواجهة اللي احنا بنعملها عشان نحمي بلدنا ونحمي كمان العالم من الفكر ده ومن القتلة دول. إذا لم تتمكن بعد من السيطرة على الوضع. احنا لا نقبل ان ما يبقاش في سيطرة على بلادنا. لا، ده دور رئيس الجيش المصري يعني سيطرته على الدولة المصرية. ولا يروع المصريين او يقتلون بالقتلة دول. انا اتصور ان انتم علمتونا ده في بلادكم، ولا تسمحوا باي عمل عنف ضد الدولة او ضد القوات الامن عندكم. هل ترى أن الغرب وبريطانيا يتعاملان بمعيار مزدوج، إذ إنهما على استعداد لقصف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، حيث أعدم سوريون وعراقيون وغربيون أيضا، لكنهم لم يتدخلوا في ليبيا التي أعدم فيها مصريون بشكل مأساوي؟ لا، أنا مش هقول كده. لا لا لا، هي الفكرة كلها إن هم بيبذلوا جهد كبير جدا في مجال الدراسات عشان يتأكدوا من موقفهم قبل تنفيذه. وحركة العناصر دي أسرع كتير من إجراءات الدول للمجابهة.
قلت أن الأمريكيين استأنفوا المساعدات العسكرية لمصر بتسليمها شحنة من F-16 والأباتشي. هل تدرس الانضمام للهجمات على طنبين الدولة الإسلامية في العراق وسوريا؟ احنا ضمن التحالف وبنبذل جهد في مواجهة داعش والعناصر المتطرفة على كامل الإرادة المصرية. هل ترى توافقا مع روسيا إذ ترتبط بعلاقة قوية حينما يتعلق الأمر بسوريا؟ شوفي، احنا كلنا محتاجين نشوف نحدد أولويات المخاطر فين. أنا شايف إن أولويات المخاطر لينا كلنا هو الفكر المتطرف وهذه الجماعات، ويجب أن نعمل جميعا لمجابهة هذا الفكر وهذه الجماعات، وإلا هتعمل زي ما قلت انها بتتمدد ما بتقلش. هل تتفق مع روسيا والامين العام للامم المتحده بان كي مون ان القرار بشان الرئيس الاسد ينبغي ان يترك للشعب السوري؟ في حوار بدا، وخلينا نتحرك في الحوار ده ونوجد حلول للقضيه المعقده ديت. كنتوا محتاجين تتوقفوا قدام الكلام ده. انا حذرت من سنتين عن المقاتلين الاجانب اللي موجودين في سوريا. النهارده بعد سنه من التحذير ده لقينا داعش موجوده في العراق وسوريا، وفي مجموعه من التحالف الدولي بقالها سنه، لكن الخطر كبير قوي في التطرف والارهاب والقتل في منطقتنا وفي العالم. يا ترى بتنحصر ولا بتزيد؟ اهو يزداد توسعا. انا مش بتكلم على مصر، انا بتكلم على كل بوكو حرام. هل توسع في مصر كلها كما في سيناء؟ هذا الصيف كان مرعبا، الهجوم على قواتك خلف 21 قتيلا. أنا راضي بأنك أنت تقول لهم قتلوا جنود مصريين، لأن دي تمر المواجهة اللي احنا بنعملها عشان نحمي بلدنا ونحمي كمان العالم من الفكر ده ومن القتلة دول. إذا لم تتمكن بعد من السيطرة على الوضع. احنا لن نقبل ان ما يبقاش في سيطرة على بلادنا. لا، ده دور رئيس الجيش المصري سيطرته على الدولة المصرية، ولو روع المصريين او مقتلون بالقتلة دول. انا اتصور ان انتم علمتونا ده في بلادكم، لا تسمحوا باي اعمال عنف ضد الدولة او ضد القوات الامن عندكم. هل ترى أن الغرب وبريطانيا يتعاملان بمعيار مزدوج إذ إنهما على استعداد لقصف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق حيث أعدم سوريون وعراقيون وغربيون أيضا، لكنهم لم يتدخلوا في ليبيا التي أعدم فيها مصريون بشكل مأساوي؟ لا، أنا مش هقول كده. لا، هي الفكرة كلها أن هم بيبذلوا جهد كبير جدا في مجال الدراسات عشان يتأكدوا من موقفهم قبل تنفيذه، وحركة العناصر دي أسرع كتير من إجراءات الدول للمجابهة. قلت أن الأمريكيين استأنفوا المساعدات العسكرية لمصر بتسليمها شحنة من F-16 والأباتشي. هل تدرس الانضمام للهجمات على طنبين الدولة الإسلامية في العراق وسوريا؟ احنا ضمن التحالف وبنبذل جهد في مواجهة داعش والعناصر المتطرفة على كامل الإرادة المصرية. هل ترى توافقا مع روسيا إذ ترتبط بعلاقة قوية حينما يتعلق الأمر بسوريا؟ شوفي، احنا كلنا محتاجين نشوف نحدد أولويات المخاطر فين. أنا شايف إن أولويات المخاطر لينا كلنا هو الفكر المتطرف وهذه الجماعات، ويجب أن نعمل جميعا لمجابهة هذا الفكر وهذه الجماعات، وإلا هتعمل زي ما قلت إنها بتتمدد ما بتقلش. هل تتفق مع روسيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن القرار بشأن الرئيس الأسد ينبغي أن يترك للشعب السوري؟ في حوار بدأ، وخلينا نتحرك في الحوار ده ونوجد حلول للقضية المعقدة ديت.